الكل معي هلا ماشي حالنا على السمع؟ لانه لما رح بلش ها؟ ايه معك دكتور. ماشي الحال. ايه دكتور ايه تمام. بدي ارجع اكرر يا شباب حتى نبلش مزبوط نحن حتى نبلش مزبوط. في عنا يعني بعض الاستحقاقات مثل ما قلنا بدنا نظام وانضباط لانه هون للشغل نحن، ورح تشوفوا يعني عمليا اليوم امبارح واليوم نحن صرنا بالبرنامج، ومثل ما قلت لكم لا يخفى عليكم اللي عم نحكي رح يجي منه بالامتحانات، ورح تشوفوا بكره بالامتحانات انه ما بيخلى بارسيال ويمكن فينال من وراء السينماتيك ومن دون السينماتيك. فاذا نحن بلشنا وصرنا جوات الموضوع، وبالتالي مطلوب منا المتابعه والشغل والانضباط. يعني هيدا صف، هيدي قاعة محاضرات، وانتو شباب، فما رح نشتغل بالقوانين بيننا وبينكم، بدنا نشتغل بالتفاهم وباعتمادا على وعيكم ومسؤوليتكم. الشغلة اللي بدي أقولها كمان، أتمنى على الجميع، أنا ما رح أطفي السبيكر من عندي، ما رح أطفي الميكرو من عندي، يعني بدي ضل أسمعكم. فمطلوب منا جميعا انه نحن نطفي الميكرو، واللي عنده سؤال بيحكي، او لما انا بسال بتردوا علي. هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، اتمنى عليكم من امبارح كان واليوم يجيبوا يعني نوت، دفتر للنوت، لانه في ملاحظات رح ابقى احكيها انا يمكن ما تكون موجوده بالكتاب، لانه انا عم بعمل يعني هيك extrapolation des idées، رح يطلع معي أفكار جديدة، وهي الأفكار الجديدة يمكن نحتاجها، يمكن تجي بالامتحان. هينا عم نحكي لكم هلأ سر من أسرار القصة، في أمور نبقى بنحكيها نحن، ملاحظات، إكزرسيسات، نوت، سجلوها، أنه أنتم ما عندكم كمبيوترات يعني شو ما حطينا بضل محفوظ، لا، الواحد بينسى، مشان هيك نصيحة تبقوا اكتبوا. فهيدي النقطة الثانية. اللي بيهمني هلأ نحن أنه بهذا الموضوع طالما صار فينا نبلش بفكرتنا، رح أرجع لموضوعنا اللي هو شابيتر دو بالسينيماتيك. ماشيين معي أنتو؟ السينيماتيك موجود قدامكم ها؟ ماشي الحال لحد هلأ؟ دكتور بس عندي سؤال بليز. تفضلي دكتور. بس السلايدات مش مبينين. طيب هلا ببينه، طول بالك شوي. هلا شو مش الحال؟ اوكي ماشي الحال. ميرسي. طيب اسمعوني شوي دكتور، بس انا كمان مش مبينه. لك هدي البال شوي، انت دفع شوية مصاري زيادة بيطلع لك كونكسيون مزبوط دغري ببينه عندك. ماشي. طيب يا شباب خلونا نتابع. امبارح وصلنا للفيكتور فيتس، وقلنا انه لو فيكتور فيتيس ديكري لا فاصون او لو ريتم سولون لوكيل لو فيكتور بوزيسيون او الالونغاسيون فاري. Aujourd'hui nous allons étudier le vecteur accélération instantanée. Quand je dis instantané, c'est-à-dire c'est un vecteur accélération instantanée défini à chaque instant. Bien, par définition, le vecteur accélération, c'est un paramètre physique qui peut étudier selon quelle façon, selon quel rythme varie le vecteur vitesse. En d'autres termes, j'étudie les variations du vecteur vitesse. Pour cela, lorsqu'il s'agit d'une variation, peut-être que les mathématiques, lorsque j'étudie les variations, c'est-à-dire j'introduis quoi? La dérivée. La dérivée, c'est le moyen mathématique pour étudier la variation ou les variations d'une fonction. Donc, à partir de cela, je passe à l'accélération en disant, puisqu'il s'agit d'une variation de la vitesse, alors A est égal à dv sur dt. Le vecteur accélération
est obtenu en faisant la dérivée du vecteur vitesse. لكو كل كلمة عم بقولها إلى معناتها. جرب لأنه هلا بعد شوية كنت أعمل confusion مع شغلة تانية. Je répète, le vecteur accélération est obtenu en faisant la dérivée du vecteur vitesse. Je répète, du vecteur vitesse. Bien. Puisque le vecteur vitesse est à son tour V est égal dom sur dt, je sors A, c'est la seconde dérivée du vecteur position om. يعني لما بقول second derivative يعني d2 sur dt2 يعني أول مرة derivative أو تاني مرة derivative يعني صار عندي v is equal a a equal v prime هي v prime وبتساوي ال r second هي هي ال r second. طيب à partir de cela quelle est l'expression ou quelles sont les expressions du vecteur accélération. Tout d'abord, dans le repère, dans notre repère des coordonnées cartésiennes. خلينا نبلش من البداية نعمل رابل. OM بتعرفوا للOM هي XI plus YJ plus ZK. Puisque la variation, donc c'est fait en fonction du temps, OM est une fonction du temps, c'est-à-dire X est une fonction du temps, Y aussi et Z aussi. Ce sont des variables en fonction du temps. Et par suite, le vecteur vitesse est donné par V est égal dOM sur dt. N'oubliez pas cette formule fondamentale. Et puis, je passe à l'accélération, c'est-à-dire la seconde dérivée du vecteur position. Cela veut dire A est égal à la dérivée de Vx plus la dérivée de Vy plus la dérivée de Vz est égal à la seconde dérivée suivant x en x seconde plus la seconde dérivée suivant y en y seconde plus la seconde dérivée suivant z en z seconde ou bien a égal à xi plus ayj plus azk. Tous ces paramètres analytiques indiquent ou définissent les éléments du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. راح ارجع عيد مثل كل فيكتور A A إيغال هي هون A إيغال AX I plus AYJ plus AZK c'est-à-dire la projection de A sur l'axe des I اللي طلعت AX plus la projection de A sur l'axe des Y طلعت AY plus la projection de A sur l'axe des Z طلعت AZ. Je résume AX égale X seconde بتساوي هالقد بتساوي إذا بدكم VX V' X والAY بتساوي Y second بيساوي هال Y second بتساوي V' Y كمان زيدوها هون والAZ اللي هي Z second بيساوي D2Z sur D2 كمان بتعتبروها هي V' Z. يعني comme tout module du vecteur A égale هي racine la somme des carrés AX carré plus AY carré plus AZ carré. Ou je dis A égale X seconde carré plus Y seconde carré plus Z seconde carré. Ou je peux dire ceci est égal à V'X au carré plus V'Y au carré plus V'Z au carré. Que là, de bien nous, les charles, les expression du module du vecteur, le module du vecteur accélération dans le système des coordonnées cartésiennes. Un tableau choix. الكوردوني بولير هذا انولي تبعنا والاكسيليراسيون سنترال كمان انولي لانه هيدي مع انها هي لوا فيزيك فوندامنتال بسموها لوا ديزير او الفيتيس دو بالياج ليطلع لي لوا ديزير اللي هي له علاقه بحركه الكواكب بين بعضها بنشوف هيدي اذا بنرجع لها. هلا بدنا ننتبه لشغله هون بالابسيس كيرفي لينيا. Quelle est l'expression de l'accélération suivant les abscisses curvilignes? Abscisse curviligne, اللي سميناه هو عبارة عن الرepère de freiner. بالrepère de freiner, مبارح شفنا انه V بتساوي هيدي V اللي هون قدامي
الفي ايجال ا لا ديريفي دو اس تادير دي اس سور دي تي والاس هي لونغور دو لارك دي اس سور دي تي ملتبليه بار تو تو شو قلنا هنا سي لو فيكتور يونيتير دو لا فيكتور يونيتير دو لا تانجون شايفينها هون هيدا الكورب شايفين التراجكتوار وينو وهي البوان ام محل ما هو الموبيل je mène la tangente je définis le vecteur vitesse au fait عندي هون شو هي le vecteur unitaire de la tangente bien à partir de cela que devient à partir de cette expression le terme a a اللي هي شو dv sur dt يعني dérivé هي a c'est la dérivée du vecteur vitesse انتبهوا شوي إذا بدي أجيب الديريفي للفي وفي عندي هون برودوي دو دو تيرم فاريابل أول تيرم هو الاس بريم هو فاريابل والفيكتور يونيتير دو لا تانجونت هو فاريابل يا شباب ويا صبايا الفيكتور يونيتير دو لا تانجونت بالابسيس كورفيلين بالريبير دو فريني هيدا فيكتور يونيتير مي فاريابل ليش variable لأنه tangente variable وليش tangente variable لأنه tangente على الموبيل والموبيل variable الموبيل variable بيعطيني tangente variable ولما بتكون tangente variable يعني son vecteur unitaire varie mais le vecteur unitaire de la tangente varie mais son module reste égal à l'unité. Son module reste égal à l'unité. Puisque ce vecteur unitaire est variable, donc il admet une dérivée. برجع لهم. Dérivé لهل produit بيساوي dérivé للأول ضرب التاني زائد الأول ضرب الدérivé للتاني. ليك وينهم. Dérivé للأول ضرب التاني زائد الأول ضرب شو ديريفي للتاني هلا هون طلعوا لي من كل هالتفاصيل ما بدي فوت فيها هون رجعوا لي لهون دونك كوم كونكلوزيون لانه اذا بدي فوت بالتفاصيل هيدي بدها ساعه زمان لانه في شيء فوندامنتال بدي احكي لكم اياه بالاول وما رح نعطيكم اياه لانه كومون جو شيرش لا ديريفي دون فيكتور يونيتير هيدي قصه قص اللي بيهمني انه دونك لو تيرم de l'axe du vecteur accélération A est un vecteur exprimé en abscisse curviligne, c'est-à-dire dans le repère de Frenet comme étant la somme d'une composante tangentielle, l'IS seconde, plus une composante normale, l'IMAUJODI à l'axe de la normale. Ou رح اكتبها بطريقة تانية الـ A اللي هي هيدي رح تصير هون سي لا ديريفي دو موديل دو فيكتور فيتيس بورتي بار لا تانجونت بلس AN الكومبوزونت نورمال اللي هي V2 سور رو ملتبليي بار لو فيكتور نورمال ان دوتر تيرم لو فيكتور اكسيليراسيون اي لا سوم دو دو كومبوزونت une composante tangentielle رح سميها AT هيدي AT وهيدي رح سميها AN تل كو ليكو وينن هلا عم بحكيون هون صارو AT شو هي الAT الAT هي الديريفي سجلوا لي عنكم شو بدي اقول هون الAT هون هي الديريفي دو موديل دو فيكتور فيتيس ديريفي دو module du vecteur vitesse. Hel AT, je répète, AT c'est la dérivée du module du vecteur vitesse. Will AN est égal à V au carré sur rho. Rho c'est le rayon de courbure. Tabahna, c'est le rayon de courbure. Hala libihemni hon enno il faut distinguer entre deux termes. Hon li mumkin ya'laqou fiha طلاب شو هي الاتي قلت لكم وقلت لكم اكتبوا اللي حكيته
انه AT إيجال A لا ديريفي دو مودول دو V. ديريفي دو مودول دو V. Mais le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. لما بحكي بديريفي دو فيكتور يعني ديريفي سويفان اكس وديريفي سويفان واي وديريفي سويفان زد. بينما لما بحكي بالآ تي بجيب جو شيرش دابور لو مودول دو فيكتور فيتيس سون مودول يعني راسين كاري دو في اكس كاري بلس في واي كاري بلس في زد كاري. Ensuite, je cherche la dérivée du racine. J'ai la dérivée du racine, yani le module de V. Han, ils ne font pas faire la confusion entre ces deux termes. Qu'est-ce que tu as dit, Mohamed? Non. Parce que tu as dit cette partie, parce que nous avons sur l'internet. من عندكم ولا من عندي؟ لا من عندي. كرمال الآتي وهول ما سمعتهم. عم بقول الآتي هي الديريفي. Du module de V. وال-A-N اللي قدامكم هي V carré sur R. هاو دي صار في عندي انه الفكتور accélération صار عنده composante sur la tangente اللي هي AT و composante sur la normale هي AN. وهون ما لازم نعمل confusion entre AT وال-A. AT هي الديريفي du module de V. بينما الفيكتور اكسيليراسيون بيساوي لا ديريفي دو فيكتور لا ديريفي دو فيكتور فيتيس. دكتور فيصل سؤال تفضل. بدي اسال بخصوص الفيكتور يونيتار نحن بدنا نعمل لهم كالكول صح؟ ايه اذا سالتك عنهم هلا باول سؤال رح اسالك عنهم. طولوا بالكم شوي بس انتم اللي عم بيسمعوني من الطلاب جميعا اللي عم بيسمعوني الطلاب بدكن قد ما فيكن انتو طولوا بالكن شوي بهذا الموضوع لانه بسبب بسيط بالاكزرسيس رح تفهموا كل شيء بدنا نهد البال شوي والامور ساعتها ان شاء الله تبقى محلولة. بس بدي منكن جميعا انه يكون عنده قدرة على الكالكول ماتيماتيك يعني بدنا نشهل شوي على الطريقة اللبنانية بده يكون عنا شوية هيك همة بالكالكول وشوية ماتيماتيك حتى نقطع شوي لقدام بالفيزيك. طيب je reprends ce travail. أول شيء quels sont les types de mouvement أول شيء في عندي طبعاً عم بحكي موفمان دون بارتيكول يعني دون موبيل ورح أرجع أقول أنه اللي أنا عم بدرسه اليوم هو موفمان دون بوان ماتيريال أنه هودا التيب دو موفمان فينا نعرفه نحن من وراء شغلتين الفورم دو لا تراجكتوار والفارياسيون دو فيتيس. يعني إذا تراجكتوار سور اون دروات صار الموفمان شو ريكتيليني. طب شغلة تانية إذا كانت الفيتيس كونستانت شو صارت الموفمان ريكتيليني ويونيفورم. وإذا كانت الفيتيس فاري معناتها في أكسيليراسيون. طب هنا على كل حال هودي لو دو كريتير كي نو بيرميت ا ديتيرميني لو موفمان دون بارتيكول أو لو موفمان دون موبيل. هلا في عندي بلوزيور تيب دو موفمون. اسمعوني شو بدي اقول منيح. اول شغله موفمون ريكتيليني يونيفورم. موفمون ريكتيليني يعني على دروات. كلمه يونيفورم هون معناتها انه لا فيتيس اي كونستانت. لورسكو دون سو كالا la vitesse est constante, alors AT égale à 0. C'est-à-dire AT égale à 0. Mais puisque la trajectoire est une droite, donc AN est égal à 0. L'annule AN est égal, c'est V2 sur Rho, ou Rho est infini. La Rho infini, mais 0. L'annule 0, 0, ça a l'accélération infinie.
طيب فازان هاو دي ا ريتينير اي ا بيان كومبروندر بور لو موفمون ريكتيليني يونيفورم. مين عم بيحكي؟ مين قال دكتور؟ انا دكتور موسى. ايه شو بدك؟ بسألك شو هي الرو؟ شو سؤالك؟ شو هي الرو؟ اها الرو طلع لي. خد لي سيركل، خد لي سيركل، خد لي البيربانديكولار ا ان بوان. لوين بتمرق البيربانديكولار على بوان سور لو سيركل؟ على السنتر. تمرق بالسنتر، احسنت. خد لي بوان ثانيه بيربانديكولار بنقطه ثانيه كمان اعمال بيربانديكولار. بما انه اثنيناتهم التقوا ببوان دوني je mesure ces deux distances, je trouve que ces deux distances sont égales à une constante appelée le rayon. طيب tu fais le même travail pour une trajectoire rectiligne. لا اول rectiligne droite. خد لي اول perpendiculaire وخد لي ثاني perpendiculaire بنقطه ثانيه. وين بيلتقوا اهو؟ ما راحوا صاروا بارالل، ما راح يلتقوا. شايك؟ يعني معناتها الريون لو بوين او سي دو بيربانديكولير سو رانكونتر اي ريجيتي ا لانفيني اي بار سويت رو ايتيغال ا لانفيني. ايوا عجبتك يا طيب. ميرسي دكتور. اهلا، مين عم بيحكي؟ عبد الرحمن. ايه تفضل يا عبد الرحمن. استاذ ما هني ما راح يلتقوا، ما راح يلتقوا بالمرة أصلا، ما هني بارالال. يعني بتقول بيلتقوا على الانفيني، يعني سان اكزيست با. اوكي افتح لي. يس يعني سان اكزيست با على الانفيني. شو دكتور؟ كيستيون بس. تفضلي. لحتى اعرف انا اي فورم للتراجكت، اذا ما كان معي انا الفورم وبدي اعرف التيب للموفمون، الطريقة الوحيدة هي عبر الفيتاس؟ بدي اعرف اذا في فارياسيون او لا. انت شو بدك تعرفي؟ التراجكتوار ولا الناتور دو موفمون؟ لا بدي اعرف التيب للموفمون. التيب دو موفمون سجلوا لي عنكم. اكثر شيء بيقلنا عن التيب دو موفمون سي لو تيرم دو لاكسيليراسيون. لو تيرم دو لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون اي لو بارامتر كلي كي ديفوال لا ناتور دو موفمون. فيك بس تعيد بليز هيدي الجمله؟ انه كومون جو ديتيرمين لا ناتور دو موفمون سي ان اتوديون l'accélération. Vous allez voir ça dans les exercices. طيب partie B. Mouvement rectiligne non uniforme. كلمة non uniforme يعني منا constant. يعني أول شيء نحن على طول وين على الدروات، يعني AN إيجال A زيرو. ريحنا حالنا. ليش؟ لأنه بعدنا وين؟ بالrectiligne. AN إيجال A زيرو. بس إذا الفيتس فاريابل معناتها الاكسيليراسيون تانجونسيال اكزيست. الاكسيليراسيون تانجونسيال اكزيست. اي بار سويت توت الاكسيليراسيون ما هي الا اكسيليراسيون تانجونسيال. طيب هلا وقفوا لي اسئله، وقفوا لي اسئله، رح ارجع عيد بس ما عادش حدا يسال. وقفوا لي الميكرو لخلص وبعطيكم مجال للاسئله. فاذا برجع بعيد انه الموفمون ريكتيليني نون يونيفورم. نون يونيفورم يعني منا الفيتاس كونستانت. اول شغله بعدنا بالتراجكتوار ريكتيليني، تراجكتوار دروات، يعني ال ان ايتيغال ا زيرو. مثل بما انها دروات ا ان ايغال ا زيرو، وبما انه الفيتاس فاريابل دونك ا تي اي ديفيرونت دو زيرو، تادير لاكسيليراسيون تانجونسيال اكزيست اي بار سويت ا ce n'est autre que l'accélération tangentielle. هون في عندي كمان يعني quelques éléments à détailler. Si la vitesse augmente, si la vitesse augmente, c'est-à-dire que V' est positif, يعني dérivé positif. إذا كان عندي fonction croissante, dérivé شو بتكون؟ positif. V' positif, c'est-à-dire AT positif, dans ce cas-là, a en même sens que V, c'est-à-dire le mouvement est accéléré.
رح ارجع عيد. lorsque a t l'accélération tangentielle et v ont la même direction et le même sens, alors le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, c'est-à-dire v prime diminue, c'est-à-dire at négatif, yani si at et v ont des sens opposés, le mouvement est décéléré. طيب هون بما انه لحقنا وفتنا بهودي خذوا لي هالملاحظه اول شيء عرفنا نحن ايمتى بتكون الموفمون اكسيليري وريتاردي. بتكون اكسيليري لما بيكون الاتي والفي عندهم نفس السنس، بتكون ريتاردي لما بيكون الاتي والفي عندهم سنس كونترير. هي اول طريقه. الطريقه الثانيه او لوتر اكسي بور étudier le mouvement, je fais le produit scalaire de A scalaire V. Ça, je dois en connaître la barjala. A scalaire V. Si A scalaire V, vecteur A scalaire vecteur V, est positif. C'est la tangentielle. Ya, chabab, A vecteur. Hkit vecteur. Amboul vecteur. Amboul, la tariq atteigne. Ghaire l'hkitou halla. Je répète. Le vecteur A scalaire le vecteur V, si ce produit est positif, le mouvement est accéléré. Si le produit scalaire A scalaire V est négatif, le mouvement est décéléré ou retardé. طيب. Non, je dis من المouvement partie C هو المouvement rectiligne, عفوا المouvement curviligne uniforme. Mouvement curviligne, يعني منا على دروات. أول شيء معناته الـ AN exist. ليش exist؟ بما أنه مش موجود على دروات. وإذا كانت uniforme AT equal A0. فإذا شو بيكون كل الأكسيليراسيون؟ ما هي إلا الـ anormal. لأنه الـ AT equal A0. ليش الـ AT equal A0؟ لأنه الموفمنت uniforme. ليش موجود الـ anormal؟ لأنه الموفمنت curviligne. شو معنى كيرفيلين؟ كيرفيلين يعني في تكويع، عم تكوع، يعني منا على دروات. واضح الموضوع؟ كله تمام؟ ايه دكتور. طيب. Very good. واضح. منيح. في عندكم انجليز هون، واحد قال لي very good. طيب. الشغلة الثانية الموفمون ريكتيلين، عفوا دلبون، موفمون كيرفيلين نو اونيفورم. أول شيء موفمون كيرفيلين معناته الآن موجودة اللي با إيغال أ زيرو، وبما أنها نو يونيفورم يعني أ تي إكزيست موجودة كمان، ألور أ إيغال أ تي بلس أ إن. يا شباب صار عندي دو فاسون، رح أرجع عيد، دو فاسون بور إكسبريمي أ، أو بعمل لها إنديكاسيون سويفون لي كوردوني كارتيزيان مثل ما شفت بالبداية، أو برجع بعمل إنديكاسيون مثل ما شايفين قدامكم. A إيقال A T plus A N. A T هي D V sur D T. A N هي V 2 sur Rho. هون يا شباب بس للريفيزيون للي عملته أنا. بس هون على الرسمة. رأبوا لي شوي. شايفين محل الكورسور عم بيتحرك هون. هون. هيدا شو اسمه اللي هاي الكورب؟ شو هي هاي الكورب؟ هي التراجكتوار. هيدا الموبيل او بوان ام. التراجكتوار هون هو كيرفيليني منو دروات. طيب محل ما موجود الموبيل جو مان لا تانجونت. جو ديتيرمين كوا؟ اول شيء لو فيكتور فيتيس، لانه وين بلاقي للفيكتور فيتيس؟ سور لا تانجونت. كثير منيح. طبعا في فيكتور فيتيس وفي لو فيكتور يونيتير تي، فيكتور يونيتير دو لا تانجونت. طيب كتير منيح. إذا لقيت هاي الأكسيليراسيون جبناها بالكالكول، إذا جبناها بالكالكول هيدي الـ A، الـ A شوفوا شو رح أعمل بهيدا الفيكتور. رح بعمل دو بروجيكسيون. أول بروجيكسيون سور لا تانجونت، يعني جمان لا بيربانديكولير سور لا تانجونت. هاي البروجيكسيون شو بتكون؟
هي الاتي. فاذا اتي سي لا بروجيكسيون دو فيكتور ا سور لاكس دو لا تانجونت. دو لا ميم فاصون بس اخذ التانجونت باخذ النورمال على التانجونت ببين عندي الاكس دو لا نورمال. وقلت لكم الاكس دو لا نورمال اي توجور اورينتي بوزيتيفمون فير لانتيريور. بهالحاله هيدي هيدا جو ديتيرمين بعمل بروجيكسيون للفيكتور ا سور لا نورمال سادير جومين لا بير سور لا نورمال. طلع لي مين؟ طلع لي هيدا الفيكتور او هي الكومبوزونت ا ان دو فيكتور اكسيليراسيون. صار شايفين ال ا هي عباره عن سوم فيكتوريال دو ا تي بلس ا ان. صار هيدا اللي شايفينه اسمه ريكتانجل. ريكتانجل زواياه هن 90 كلهم، والا هيدي الدياغونال لا بروميير دياغونال دو ريكتانجل انسي فورمي بار ا تي اي ا ان. Dans le cas particulier où AT et AN sont égaux, ces deux termes sont égaux, alors A, ce bloc qui est devant nous, devient un carré. Plus précisément, le خلاص البديو لا طلعوا لي شوي هون. هاي AT والAN. شو قصة AT والAN؟ عندهم même sens. أكيد عندهم نفس الديريكسيون اللي هو ديريكسيون دو لا تانجونت، بس عندهم أكثر من هيك، نفس السنس معناتها لو موفمون ici est curvy ligne mais elle est accélérée. Le mouvement est accéléré. Bien. L'autre exemple juste devant nous. طلعوا لي شوي. هذا الموبيل بعمل التانجونت ونحن رايحين هيك. رايحين يعني باتجاه اليمين ادروات. ليش باتجاه اليمين؟ لانه الفيتاس هيك، الفيتاس على التانجونت وسون فيكتور يونيتير. كثير منيح. بجي برسم الاكسلراسيون اللي عملت لها كالكول بالاكزرسيس، بعمل بيربوندكولير جو ديتيرمين ا تي. شايفين ال ا تي هون من ورا البروجيكسيون، وبرجع من ال ا بعمل بيربوندكولير على النورمال جو ديتيرمين ا ان. Tel que A est égal à AT plus AN comme somme vectorielle avec AT et AN sont perpendiculaires. Ce qui m'intéresse ici, c'est que si je vois bien AT et V ont des sens opposés, cela nous suffit de dire que le mouvement est décéléré. Que le mouvement est فإذا بأول رسم فوق كانت الـ AT والـ V عندهم نفس السنس موفمون أكسليري. هون طلع عند الـ V والـ AT عندهم سنس أوبوزي، سولا في دير كو لو موفمون إي ديسيليري. طيب خلصنا من هون، طلعوا لي على نقطة تانية. أو كيف تميز الموفمون الأكسليري والريتاردي؟ لكن الرسم اللي فوق عندي بعده قدامي، هيدا الرسم اللي هون je fais le produit scalaire du vecteur A scalaire le vecteur V. طلع عندي هيدا البرودوي سكالير بوزيتيف. ليش هالبرودوي سكالير بوزيتيف؟ لأنه البرودوي سكالير شو بيساوي؟ A سكالير V بيساوي A فوا V فوا كوسينوس ألفا. لكن وين الألفا؟ هيها والالفا بين الزيرو والبي سور دو. واذا كانت الانجل بين الزيرو والبي سور دو معناتها الفا بوزيتيف. اذا الفا بوزيتيف ستادير لو برودوي سكالير اي بوزيتيف، اي بار سويت لو موفمون اي تاكسيليري. رجعوا لي لهون بالميل الثانيه بالرسم الثانيه. سي جو في انترودوير لو برودوي سكالير دو ا سكالير في، شايفين هاد اثنين فيكتور ليك الانجل اللي بيناتهم قديش كبرى هاي الانجل؟ هي اكبر من بي سور 2. ولما بتكون الانجل اكبر من بي سور 2 بيكون الكوسينوس لها شو؟ نيجاتيف. صار عندي الاس كالير في نيجاتيف اي بار سويت سو برودوي سكالير اي نيجاتيف
puisque ce produit scalaire est négatif, donc cela me permet de conclure que le mouvement est décéléré. Ça rend deux critères pour déterminer la nature du mouvement. أول مرحلة إنه الـ AT والV عندهم نفس السنس بيكون أكسيليري، سنس أوبوزي بيكون ديسيليري. هون آخر شيء حكيته إنه إذا كان الـ برودوي سكالير بوزيتيف بيكون أكسيليري، الـ برودوي سكالير دو دو فيكتور إي نيجاتيف، ألور لو موفمون إي ديسيليري. طيب نحن هيك بنكون خلصنا هيدي النوسيون كتير مهمة. هلا يا شباب هودي هالرسمات والكوربات تركوا لي اياهم، لكن اللي بيهمني هون راح اكتب، هون راح اشتغل بشيء اسمه ايكواسيون دو موفمون. راح نكتب ايكواسيون دو موفمون. اول ايكواسيون دو موفمون هي للموفمون ريكتيليني يونيفورم. اول شيء شو قلت انه الفيتاس شو قصتها؟ فيتاس كونستانت، لانه مثل ما حكينا الفيتاس كونستانت والاي تي ايجال زيرو، يعني في ات اون كونستانت. طلعوا محل ما هذا الكورسور عم بيتحرك، في ات اون كونستانت. رجعوا للبريميتيف لانه الفي ايجال دي اكس سور دي تي، شو صارت الاكس ايجال في تي بلس اون كونستانت. هيدي الايكواسيون دو موفمون بور ان موفمون ريكتيليني يونيفورم، والفي اللي قدامي هون هي الفي هي كونستانت. طيب فاذا كومون جو ديتيرمين سي؟ لا ديتيرميناسيون دو سي سو في بار لانترميديير دي كونديسيون انيسيال. شايفين هودي هودي الكونديسيون انيسيال، هودي انا بعطيكم اياهم بالدوني. يعني رح اقول لكم سي ا تي ايغال 0 كانت اكس ايغال اكس 0. فاذا شو بتقولوا هون؟ اكس 0 بتحطوا لي هون 0، شو بيبقى هون؟ سي. شو صارت السي قيمتها؟ اكس 0. ترجعوا بتشيلوها وبتحطوها هون، صار اكس ايجال ا في تي بلس بدل السي شو راح تحطوا؟ اكس 0. دونك فوالا سي اون فونكسيون. دون سكا لا اكس ايت اون فونكسيون لينيير، فونكسيون لينيير ان فونكسيون دو تان، او مرات نسميها ماتيماتيكمون فونكسيون افين، فونكسيون افين ان فونكسيون دو تان. هودي الكوربات تبقوا بتشوفوهم، اذا ما شفتوهم ما حدا يسالني عنهم. طبعا البونت راح تكون بونت بوزيتيف اذا الفيتاس بوزيتيف، والبونت راح تكون نيجاتيف اذا الفيتاس نيجاتيف. هلا بعدني بالايكواسيون دو موفمون، بس لمين؟ لا موفمون ريكتيليني يونيفورمون فاريي. شو معنات هالكلام uniformement varié؟ برجع بعيد لكم بالفيزيك يا جماعة، اسمعوني بالفيزيك، كل كلمة إلى معناتها، بس تمشوا معي أنتوا بهالطريقة لك بتجيبوا علامات كاملة بالفينال وبالكونكور على مسؤوليت. خدوا لي هون لنشوف موفمون ريكتيلين. نحن بعدنا بالريكتيلين. مين عم بيسأل؟ تفضلي. بس قطش عند الانترنت، في اخر فكره حكيتها ما قدرت اسمعها. كنت عم بعيط على الطلاب، ضروري تسمع العياط، شو بدك بهالشغله. طيب ما في شيء مهم، قلت انه الموفمون لبتكون ريكتيلين يونيفور اكس ايغال في تي بلس في بلس اكس 0، الموفمون لينيير ان فونكسيون دو تان، هيدا كل شيء. هون موفمون ريكتيلين و uniformement varié. كيف حاطين انه لحظة بعد لينيير كيف؟ شو بدنا؟ شو الشاب؟ عم نقول سي في نيجاتيف، سي في نيجاتيف. سؤالك تكون نيجاتيف؟ ايه سؤالك بمحله. لك شو؟ اذا نحن ماشيين تنفترض على الاكس ديز اكس، تبعنا؟ عم تسمعني؟ في خليك معك. ما جاوبت. في فيكتور في يكون نيجاتيف. لك طول بالك ما لا جاوبك. إذا ماشي أنت على الأكس ديز إكس أورينتي بوزيتيفمون وماشي بالعكس، البروجيكسيون دو في كيف بيكون؟ ما هو بروجيكسيون لفيكتور بيكون نيجاتيف. بس هي ما بتصير، يعني هي بس. في ما بتصير نيجاتيف. لك يا خيي في فيكتور كيف ما بتصير نيجاتيف؟ إيه انتبهوا 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 انتبهوا،
في واحد عم بيقول الفي ما بتصير نيجاتيف يا شباب. في واحد قال كلمة خطيرة لو بعرفه يمكن لأخده على الحبس فيها، عم بيقول انه الفيتس ما بتكون نيجاتيف. مين قال لك؟ ما الفيتس هي فيكتور، انتبهوا. هيدا الفيكتور اذا ماشي دون لو سانس بوزيتيف سور لاكس بيكون فيكتور بوزيتيف، بيكون البي بوزيتيف. يمكن عن إيه بس فوق مش حاطين فوق البي فيكتور، حاطين انه موديل بس في. طيب هلا بنكون قصدينا اون فالور الجبريك، اترك لي هيدي للكالكول، بكره بتنحل معك على رواق. طيب فاذا رح ارجع للموفمون ريكتيليني اونيفورمون فاريي. لما بقول ريكتيليني لك والله خلوني كفي، تفضلي يلا هي اخر سؤال تفضلي. عفوا بس بليز فيك ترجع تشرح شوي عن السيف كيف منطلعها؟ كان عم يقطش عند الانترنت. طيب لكم السيل اللي عندي هي رح ارجع اشتغلها هون قدامكم، رح ارجع اشتغلها بهالبارتي هون. اذا اشتغلتها هون هي ذاتها نفس الطريقه. اسمعوني شوي اسمعوني شوي، برجع بقول موفمون ريكتيلين اونيفورمون فاريي. ريكتيلين اول شيء معناتها ال ا نورمال شو عم تكون؟ زيرو زيرو. طيب معناتها اونيفورمون فاريي معناتها ال ا تي اكزيست، صار عندي انه الاكسيليراسيون ا ايتيغال ا تي. اللي ما كتب يكتب هالملاحظه اي سي ا ايغال ا تي ا ايغال ا تي، بس تكون اونيفورمون فاريه. ريكتيليني اونيفورمون فاريه، ريكتيلين اونيفورمون فاريه، بتكون ال ا ايغال ا تي، بتكون الـ A إيقال AT. إذن الـ A اللي هي الديريفية دو فيكتور فيتس، شو صارت؟ V بريم. بس وين الـ V بريم محمولة؟ وين يعني الـ A وين محمولة؟ على الأكس دي زيكس. تبهنا؟ لأنه ماشي على خط. مين قالنا أنه ماشي على الخط؟ شو مين قالنا أنه ماشي على الخط؟ أنه الريكتيليني، صح ولا لا؟ هي بال إيبوتيز. طيب إذن V صارت الـ A إيقال DV سور DT. شو صارت؟ سي جو باس على بريميتيف من وراء هاي الاكواسيون، شو صارت؟ ال V إيقال A T plus C. V إيقال A constant fois T plus C. il faut introduire toujours la constant C. طيب C هي constant، C هي constant، mais il faut déterminer C à partir des données du problème que je vous les donne. Les données du problème, type si AT égale à 0, V égale V0. يعني لما بلشنا نعد كان معه فيتس انيسيال، ما انطلق من الزيرو، ما عمل ديماراج من الزيرو. سي V égale à V0، طلع شوي. حطوا لي مين اللي سأل؟ في وحدة سألت من إيش الكونستانت. أنا أعطيكم هاي الدوني، بيجي بحط هاي الدوني وين هون؟ ال V شو صارت هون؟ V0. الـ V0 هي AT إيقال A0، يعني هين شو صارت؟ 0. فإذا بقي لـ V0 إيقال AC، لكن شو صار عندي؟ صار عندي V0 إيقال AC. بيجي بشيل الـC اللي هي V0، وين بحطها؟ بحطها برجع هون. شو صارت الإكواسيون؟ هاي اللي فوق صارت هون، V إيقال AT بلس V0. تو سامبل. يعني بشيل الـ V0 من الـ من العقل. بشيل الـ V0 اللي هي C. كم دوني إنيسيال وبرجع بحطها فارسا فالور أو اليو دي فيكتور سي. دكتور فينا نحفظها بس يعني بدون هيدي ديمونستراسيون كلها؟ لا هيدي مش دوني. لا لا لا، لأنه في مرات رح غير لكم الكونديسيون إنيسيال. أنا ما بدي تحفظوا، بدي تفهموا شو عم بشتغل، بدي تفهموا شو عم بشتغل. لأنه إذا حفظتوا طريقة وغيرت كل غيرت لكم الدوني، بتقوموا اللي حافظينه كاتبينه، معناتها والدوني غير شكل، معناتها سقطنا. لا ما بدنا نسقطكم، نحن عم نعلمكم يعني لنجحكم. اتي ايجال زيرو، هيدي اتي ايجال زيرو. سي جو فو دون كو اتي ايجال زيرو في ايجال في زيرو، شايف؟ لحد هون دوني لك حطوهن هون بالاكواسيون. بقلنا اتي ايجال زيرو صارت هاي زيرو، شايف؟ وهي صارت V. شو بتكون V0؟ صارت V0 إيقال 0 plus C. شو صارت C؟ صارت C إيقال A V0.
موافقين معي ولا لا؟ يعني V إيجال A B زيرو إيجال A C. إيه يعني صارت اللي بيهمني إنه V زيرو إيجال A C هاي اللي بتهمني. شو برجع بشيلها وبحطها وين هون؟ ليكو شو بتصير؟ بس عملنا رامبلاسمون تمام V إيجال A T بلس V زيرو. طيب رح يرجع كفي رح يرجع كفي. هاي تاني إكواسيون. تالت إكواسيون هلا أرجع إلنا الفيتاس أسكالير في بيكون موفمان أكسيليري أسكالير في بيكون موفمان ريتاردي هودي حكيناهم. لكن اللي بيهمني هون اللي بيهمني هون إنه إذا الإكس بريم إيجال الفي شو طلعت؟ في طلعت أ تي بلس في زيرو. رجعوا لي لوين؟ على بريميتيف بور ديتيرميني إكس. طلعوا البريميتيف لهيدي الكونتيتي. شو البريميتيف للتي؟ هي تي دو سور دو. صارت x إيجال 1 دمي a t2 يعني a t2 sur 2 بلس شو البريميتيف للv0 هي v0 فوا t. هاي الv0 اللي هون شو البريميتيف لها؟ شو صارت v0 فوا t تبعنا بلس اون كونستانت. يلفو انترودوير توجور لا كونستانت لانه عم بعمل انتجرال انديفيني مش هيك؟ بس عملوا انتجرال انديفيني il faut ajouter une constante صح ولا لا ياسين صح ده طيب لا اذا جميل عم بيقول لي لا وانا اللي عم بيقول لا خليه يحكي ليش لا انا قلت مبلا لا لا في شاب طيب ماشي كنا عم نساله بركي بيعطينا شيء تيوري فيزيك جديده بس دكتور خليني كفي بصير زيرو شوية ديريفي لا شو؟ لا بيكون في كونستانت وفي عليها ديريفي ما بتكون بتصير زيرو مش عم بعمل ديريفي عم بعمل بريميتيف هذا بريميتيف بس سي بريم مش هي ديريفي؟ لا السي بريم هي كونستانت ليكو جبت البريميتيف لأول تيرم طلع هالقد ورجعت الفي زيرو صارت في زيرو تي خلصنا من هودي بما انه الانتجرال انديفيني الفو اجوتي لان كونستانت كي لون دوا ديتيرميني هيدي كيف نعمل هذا ديتيرميناسيون قوم لبالك قدامك هون اتي ايجال زيرو انا بعطيكم من قال لك زيرو قولوا بالكم حسب ما انا بعطيكم ما انتم ليكوا جايين لعندي من التيرمينال حافظين حافظ تاع بق سمع هون بخي مش هيك اسمعوني شو بدي اعمل انا بعطيكم اتي ايجال زيرو شو طلع عندي؟ A T إيجال A زيرو X إيجال A C A T إيجال A زيرو عم X إيجال لكو هون X إيجال A X زيرو رجع اكتبولي يا انتو حتى توضع A T إيجال A زيرو X إيجال A X زيرو وال X زيرو هي دوني دو بروبلم. طيب شو بعمل انا؟ طلعولي شوي شايفين محل ما عم بحرك هون بهيدي الإكواسيون كلها سوا تبعنا بقوم شو بقول بقول هاي الإكس رح سميها شو إكس زيرو بس إذا هاي بتكون الإكس زيرو شو بيكون التي زيرو شو بيبقى لي هون بيبقى لي سيبريم صارت سيبريم إيجال إكس زيرو تبعنا يعني صارت الإكس إيجال إكس زيرو إكس إيجال إكس زيرو صارت اللي هي شو سيبريم يا شباب رح ارجع عيد انا اعطيتكم انه a t ايجال 0 طلع عندي ال x ايجال x 0 ترجموا لي اللي حكيته وين هون هاي ال x شو بحطها x 0 بس لما بحط هون x 0 مقابلها t شو بتكون 0 0 اذا هون راحوا كلهم سوا شو بيقيلي سبريم يلي هي السبريم صارت السبريم شو اكس زيرو زيرو تمام بحملها وين برجع بحطها هون بالاكواسيون برجع بحطها ليكو شو صارت بالاخير هيدي الفورم فينال كله سوا بدل ما حط السبريم حطيت شيء له علاقه بالدوني دو بروبلم اذا يا شباب ويا صبايا اي كومبريس صبايا دائما صار عندي هون بالموفمان uniformement varié صار عندي هون
uniformement varié. لكو بعدنا وين نحنا؟ بعدنا هون. طلعوا بالعنوان. كلمة يا شباب بدي ارجع ركز على كلمة مفتاح. C'est un mot clé. Uniformement. كلمة uniformement cela veut dire que A, T est une constante. AT est une constante est égal à A. طيب أول صار عندي ثلاثة إكواسيون. أول إكواسيون إنه AT égal A égal à une constante. هي أول إكواسيون. ثاني إكواسيون لايكو وينا؟ لحظة شوي. ثاني إكواسيون هي هاي V égal AT. هي هاي V égal AT plus V0 وينا ثالث إكواسيون؟ هي دي مشو x égal 1 demi a t2 plus v0 t plus x0. فإذن هاو ترواز إكواسيون il faut les introduire chaque fois que le mouvement est uniformement accéléré. في عندي une quatrième équation mais cette quatrième équation est déduite de ces trois. شو هني؟ لكو تاني إكواسيون إذا شلت الت من تاني إكواسيون لكو شو رح يطلع لي؟ هيطلع لي هاي انه T إيقال V موان V0 سير A. تبهنا؟ هاي T اللي شلتها من تاني إكواسيون دو لا فيتس برجع بحطها وين؟ بالX بالتالتة بدال T لكو شو رح حط؟ رح حط V موان V0 سير A. حطيت T بقيمتها هون يعني 1 demi AT2 plus V0T. تعملوا الكالكول انتو c'est un devoir à la maison ها تعملوا هذا الكالكول بس وين اعمل الرومبلاسمون للتي ما هي شلت التي وحطيتها بالثالثه تبعت الاكس هون عملنا هون عملنا الرومبلاسمون عملنا ارانجمون طلع عندي هيدي الايكواسيون اللي لازم تضلها ببالنا اللي هي V2 موان V0 كاري موان V0 2AX موان مين عم بيحكي تفضل هلا كيف جبنا T هي إيقال V موان V0 على A لك يا غي ما كمان لك وين كمان ما أنتوا بدكن تساعدوني شوي بدكن تساعدوني شوي بهالأسئلة اللي عم بيقطش الناس شايفين هاي الإكواسيون شايفين هيدا هاي الإكواسيون إيه. شو بتساوي V موان V0 إيقال AT يعني T شو بتساوي V موان V0 سير A سير A بشيلها وين بحطها بحطها بهيدي اللي هون بهي اللي هون بالتابي هون محل التي هون اللي هي X موان X0 سير A بيطلع عندي بتعملوا انتو أرانجمون بترفعه هو أوكاري بتجمع الترم إيدانتيك بيطلع معي هيدا انتبهنا هيدي سيسون تروا فورمول أريتين ليكو وينون هودي كلون هون اللي عم بحكيكن عنون شايفينن وينن هون قدامي هون شايفينن هودي بدنا اياهن هودي خلوني كفي هالكلمتين وهودي اللي هون على الكوربات مش ضروري تبقوا تقروهن ليكو هون دون لو كا بارتيكولييه x ايجال 0 او x 0 ايجال 0 في 0 ايجال 0 يعني كونديسيون انيسيال نول لكو شو بيصيروا الإكواسيونات كلهم سوا بيخفوا شوي بيصيروا مبينين أسهل شوي علينا تبعنا؟ طيب. يعني مثلا إحنا من الإكواسيون الأولى والثانية جبنا الثالثة من الإكواسيون من الأولى جبنا الثانية من الثانية جبنا الثالثة من الثانية والثالثة جبنا الرابعة الرابعة اللي إيه الرابعة اللي هي V2 موان V0 كاري قال 2AX موان X0 طيب سمعوني شوي دكتور يا شباب يا صبايا خلوني كفي شوي هلا بتسالوني الموفمون سينوزويدال سي الير تقروها تبعنا الير بعدين في شيء سبيسيال بشغلنا اسمه الموفمون سيركولير اسمه الموفمون سيركولير طلعوا بالرسم اللي قدامنا هون بهاي الموفمون سيركولير طلع شوي هاي التراجكتوار وين التراجكتوار شو عم بيكون التراجكتوار هو سيركل طيب لما هون الاوريجين كانت او هاي الاوريجين محل ما عم نعد لما بلشنا نمشي كان الموبيل وين او بوين ا
لما مشينا من البوان A قد ايه كان بعيد البوان A عن الـ O؟ كان بعيد arc قد ايش قيمته؟ S0. طيب وقفولي شوي هون، لما مشينا من الـ A ضلينا نمشي لقينا حالنا على instant T، لقينا حالنا وين؟ بالبوان M. على M. طيب قد ايه مشينا الارك؟ مشينا قد ايش؟ S S S S S0 plus S. شو صارت؟ لا بين الـ A والـ M، بس بين الـ A والـ M شو هو؟ S. 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 طيب. S. انتبهوا شوي، انتبهوا شوي يا شباب. من هلأ ورايح أو في أعرف أنه الـ point M مشيت longer S، خلاص عرفت قديش مشيت من الـ point A. أنا متأكد أنه من الـ point A للـ point M مشينا S. شو هي الـ S؟ هي longer de l'arc، يعني أنا عم بمشي بعدني بالأبسيس كيرفي لينيا. طيب يعني في مرات أيوة، في مرات شو بقول؟ بدل ما أحكي بأرك، بدل ما أحكي بأرك S، لما بنحكي بأنجل طولي بالك وحيات لو طالبي شي مليون دولار كانوا طلعوا لك. فإذا بدل ما أحكي طيب يا شباب سمعوني شوي، في صبية مزعوجة من بيناتكم بدنا نروقها من شانها. فإذا بدل ما أحكي بالأس يعني باللونجر دولارك بحكي بأنجل تيتا، يعني إنه مشيت من الآ للأم، بس قديش قطعت؟ بدل ما أقول أس بقول والله مشيت أنجل تيتا، لونجل بالي سي لونجل تيتا. Donc, nous avons deux fois pour indiquer la position du point M, que ce soit soit par l'arc, soit par l'arc S, soit par l'angle θ. Fهمتوا شو الفكرة؟ طب شو الليزون بيناتهم؟ هاي تعرفوها؟ إنه الـ S شو بتساوي الـ S؟ الـ S بتساوي R fois θ، à condition que θ doit être exprimé en radians. اللي ما سجل هالنقطة يسجلها، لأنه بعض الطلاب بيجوا بدهم ينجحوا عندي وبيبقوا غلطانين. هيدي الغلطة S is equal R fois θ mais θ doit être exprimé en radian. طيب كمان نفس الشيء الـ S0 شو بتساوي؟ الـ S0 مقدام أنجل R مقدام أنجل θ 0، فإذا S0 equal R fois θ 0. بس مش الـ S هي θ 0 مو θ؟ الاس لا، اذا بدكم يا شباب لحظه شوي، انا الاس شو الاس شو قلت عنا؟ الاس هي ميزور دو لارك ام. هلا في واحد شو بيقول لي؟ بيقول لي انه كلي لا اسمع كلي لا بوزيسيون دو ام بارابور ا او، شو بيكون؟ اس بلس اس زيرو. تمام اس بلس اس زيرو. تمام بس انا عم بقول انه لما انطلقت من البوان ا قد ايه مشيت؟ مشيت اس، يعني مشيت انجل تيتا. بينما إيه بس هي تيتا بين الاو والام كلها يعني يعني تبعنا؟ يعني بس من بس الام للاو، انا بعيني من الام للاو. ماشي ماشي يعني ماشي. اكتبوا عندكم انه تيتا سي انجل انتر ا اي ام اي تلك اس ايتيغال ار فوا تيتا، يعني كانه عم بقول هيدي الاس بتساوي ار تيتا والتيتا سي لانجل انتر لي دو بوين ا اي ام، بس هالقد. طيب ابارتير دو سلا احفظوا لي هيدي الريلاسيون يا شباب. اذا انا قلت تيتا هي ام اوكي، بطل في يقول بلس تيتا زيرو. لا ما جاوبت، ما انا شو سؤالي اللي سالته؟ قلت انه لو بوين ام او سو تروف لو بوين ام ابارتير دو بوين او، هذا كان سؤالي، منشان هيك جاوبت اس بلس اس زيرو. يعني يا شباب لكل سؤال جواب.
بغير السؤال بيتغير الجواب، صح ولا لا؟ تتا يعني تتا بتضل او ام. اخ 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 شو بدي اعمل؟ لا ما قال لك غيرها. وانا كنت عم تارجل كثيره، بس انا عندي مشكله بالمعلومات. ولا اصحتكم حاطه ارجيله وقاعد عم تتسمع علي. لا في اشي لا بطل في حط لك. يا عيني يا عيني دكتور، بس عن اذنك دقيقه. يا عيني والله انا مضايقين بهالقصه. انتم مضايقين لشو عم مضايقين فيها؟ لما حاطين لنا تتا هي امس او لك الي ساعه بقول لك. قال لك قال لك قال لك لحظه الظاهر انه في ناس بس لكم اكتبوا، في ناس ما عم تكتب. هي انكشفت القصه، في ناس ما عم تكتب. قلت لك سمعوني كثير شوي. حطيني أرجيل يا أستاذ. سمعوني شوي. والله أنت أول واحد فيهم. خلص بحالة. طيب. اكتبوا لي عندكم أنه تيتا سي ميزور يعني سي لانج الانتر آي اي ام وخلص. واشتغلوا على الأساس. طيب. رح أرجع عيد هون. بالموفمان سيركولير لافيتس اللي هي دي سي ام سور دي تي اللي هي في دو تي، هيدا الفيكتور فيتاس صار في فوالو فيكتور يونيتير، والفي قلنا عنه اس بريم، هي اس بريم، والفيكتور اكسليراسيون صار ا ايغال ديريفيت دو فيكتور فيتاس، صار عنده شو اثنين كومبوزانت. هينا عم نرجع نعيدهم، كومبوزانت تانجنسيال كومبوزانت نورمال. هلا هون في شغله يا شباب بدنا نوقف عندها شوي، انه لما بقول اكتبوا لي عنكم هلا انتم، لما بقول الاس ايجال ار تيتا، لما بقول الاس ايجال ار تيتا اكتبوا لي عنكم، اكتبوا لي جنبها فيزون لا ديريفي. فيزون لا ديريفي ايه شو صار؟ اس بريم شو بتساوي؟ الاس بريم اللي هي في بتساوي شو؟ بتساوي ار تيتا بريم. ار تيتا بريم يعني بتساوي ار اوميجا، مرات بنسميها شو؟ اوميجا. والاوميجا اللي هي تيتا بريم هي الفيتيس انجولير ميزوري ان راديان بار سكوند. شو صارت الاوميجا من وراء هالايكواسيون؟ ايتيغال ا في سور ار. شايف؟ بترجع تعيده. شو عم نعمل؟ كنت تلحقوني. عم بقول انه اس ايغال ار تيتا faisons la dérivée v égal r theta prime يعني v égal r omega. ليكو وينا عم تشوفوا شو عم بعمل انا هون؟ عم تشوفوا لما بعلم هون بالكرسر؟ طيب هيا اللي عم بحكيها، ارجعوا عملوا لي الديريفي. شو بيطلع عندي هون؟ ديريفي لهي الاكواسيون يعني a tangential égal r theta seconde accélération angulaire. La theta seconde, c'est l'accélération angulaire اللي هي mesurée en radians par seconde carré. يا شباب، هاو دي ترواز إكواسيون فوندامنتال بدي ضل أوزن. أول شيء إنه الـ X أو الـ S بيساوي R theta، V إيجال R theta prime أو R omega، والـ A tangential بيساوي R theta seconde. ما تنسوهن لأنه هو لاحقينكم لبعد الامتحانات وللكونكور، بدي عوزن هلأ بعد شوي كمان. الاكسلراسيون انجولار هي شو؟ عدلنا إياه لأنا مين عم بعلمها؟ أنتوا طلاب جامعة مش هيك؟ وكل هالحكي بدي عليك. هاي قدامك، هاي لحظة شوي، هاي اللي قدامك، هاي الاكواسيون التانية، وهيدي اللي قدامك هالإكواسيون التالتة، أو ليكو هالإكواسيون التالتة، ها؟ هالإكواسيون التالتة. طيب أنا لك اللي عم تلحق هديك اللي قبلها. طيب، فإذاً هاي التالتة وهاي التانية وهيدي الأولى اللي قدامكم. يلا. خلونا نرجع كمان نعمل simplification دي شوز. أول شيء أو قبل يا شباب، ارجعوا لي لفوق شوي. في ملاحظة صغيرة. كمان اكتبوا معي.
كمان اكتبوا معي انه ال RT ايجال R تيتا سيجوند شايك RT ايجال R تيتا سيجوند. طيب بس وين صرت؟ وي بعدني ما عملت شيء. كتبنا ايه ثالث اكواسيون وقلنا انه ال RT ايجال R تيتا سيجوند. طيب ال AN شو بتساوي ال AN على طول؟ هي V2 سير R شايك؟ كتبتوا انه ال AN إيجال V2 سير R. طيب إيجال أوكي إيجال ال A شو هي ال A أو عفوا ال V2 سير R ال V شو هي ال V؟ هي R تيتا بريم شايك؟ R تيتا بريم يعني صارت ال V أوكاري R2 تيتا بريم أوكاري ديفيزي بار R شو صارت الأكسيليراسيون نورمال R هي R شو R2 هي الفيديو سيتر تساوي R يعني R2 أو قلنا عنا R تيتا بريم أوكاري. إذن الأكسيليراسيون نورمال هي R تيتا بريم أوكاري تبهنا أو بسموها مرات الأنورمال هي R أوميجا أوكاري. هاي الله واحدة أوي دكتور ما عم نسمعك منيح، في كتير عم يحكوا بنفس الوقت. طيب ما حدا يحكي إلا ما لنعطيكم إذن. فإذن دون سكالا ليكو هون الابليكاسيون اللي بدي أعملها إنه إذا كانت الموفمان سيركولير إنيفارم، موفمان سيركولير إنيفارم يعني الـ AT شو قلنا عنها قبل شوي إيقال A0 يعني الـ AN هي V2 سير R إتقال أو أوميغا 2 R أو R أوميغا 2 أو إذا بدكم R تيتا بريم كاري. شوفوا يا شباب الكونكلوزيون اللي أنا قدامي شو هي الكونكلوزيون إنه malgré que le mouvement est circulaire et uniforme malgré que le mouvement circulaire est uniforme elle admet une accélération qui est l'accélération normale. Normal. ليش في normal؟ لأنه في كيرفيليني، لأنه في موفمان سيركولير. طيب فإذا هيدي بالموفمان سيركولير uniform، بالموفمان سيركولير وهي uniform في acceleration اللي هي شو؟ النورمال. هودي اللي قدامي هلا هون الأركوسينوس تيتا وما بعرف شو هودي كلهم ما تقروهم. رجعوا لي للثانية موفمان سيركولير uniformement varié. هل موفمان سيركولير uniformement varié طالما نزل قدامي كلمة uniformement شو يعني؟ يعني الـ AT شو هي؟ يعني يا accéléré يا decéléré. الـ AT هي constant. positive. zero. zero. مين اللي عم بيقول zero؟ مين اللي عم بيقول zero؟ خليه يعرفني عن حاله. تضرب عندها الصبح. بعد كل هالشرح عم بيقول لي الموفمان سيركولير uniformement varié عم بيقول لي ان الاكسيليراسيون تانجنسيال زيرو. طيب يعني الـ AT كونستانت، الـ AT كونستانت، الـ V هي AT بلس V0. رجعت للبريميتيف، برجع للبريميتيف مرة تانية بيطلع عندي الاس، بس هالمرة نحن ماشيين وين؟ على الارك. في اكتبهم هن ذاتهم بالنسبة لمين؟ للتيتا بريم اللي هي تيتا سيكوند تي بلس تيتا بريم زيرو، وبكتب الإيلونغاسيون أنجولير من وراهم يعني، أو بكتبها أو بكتب الأس هي الإكس، بس الإكس هي هالمرة هي الإكس هالمرة هي لونجور دو لارك. تبعنا؟ بعد في عندي الأكسيليراسيون أنجولير هي تيتا سيكوند مسمينا كمان ألفا. حطوا لي عندكم ملاحظة أنه الأكسيليراسيون أنجولير تيتا سيكوند إتقال A ألفا. بيان بعد عندي كلمتين أنه الموفمان دون كور سوليد ممكن تكون موفمان دو ترانسلاسيون. كيف الموفمان دو ترانسلاسيون؟ ممكن تكون أنه كل الفيتس بيكونوا باراليل على بعض. شايفين هاي الموفمان دو ترانسلاسيون؟ السيارة الماشية على طريق دروات هي موفمان دو ترانسلاسيون. في عندي هودي الكابينيه اللي موجودين تبع تشوي تبع التليفريك
لما بيمشوا في تراجكتوار كيرفيلينيا بس بيضلوا مثل ما انكم شايفينهم بيضلوا ان فورم فيرتيكال، هذه اسمها موفمون دو ترانسلاسيون، بس ترانسلاسيون كيرفيلينيكا بارتيكولير. وفي عندي هذه تبعت الاولاد الصغار، هاي اللي بضلكم تطلعوا فيها انتم رغم انه صرتوا كبار بس بعدكم تطلعوا فيها، هيدي موفمون دو روتاسيون بس هي موفمون دو ترانسلاسيون، لانه لاحظوا الكابيني على طول شو متجهين بالفيرتيكال. في عندي موفمون دو روتاسيون دون كور سوليد اوتور دو سون اكس، جيبوا السفير ثبتوها بال بوان ماشي بالسنتر وبرموها بتعمل موفمون دو روتاسيون اونيكمون ان موفمون دو روتاسيون. ثالث نوع من الموفمون هي الموفمون كيلكونك، موفمون كيلكونك اللي هي سيت اون اسوسياسيون دو دو موفمون دو ترانسلاسيون اي دو روتاسيون، مثل الرو دون بيسيكليت. او في عندي اذا بدكم جيبوا برميل وكبوه بنزله بصير يتدحرج البرميل، شو عم بيعمل البرميل؟ كومبيان دو موفمون السنتر دو الباري سنتر لإله بتعمل موفمون دو ترانسلاسيون لانه عم بينزل، الباري سنتر يعني الاكس لإله عم يعمل موفمون دو ترانسلاسيون، بس كله على بعضه شو عم بيعمل؟ موفمون دو روتاسيون. صار هيدا اكزامبل دو موفمون كيلكونغ. وفي عندي الارض لما بتبرم حول الشمس، الارض لما بتبرم حول الشمس عم تعمل دو موفمون، بتعمل اول شيء موفمون دو روتاسيون اوتور دو سون بروبر اكس حتى يطلع عنا الليل والنهار، وهي وماشيه عم تعمل مثل موفمون تبعت التيليفريك، عم تعمل موفمون دو ترانسلاسيون اوتور دو سولي حتى يكون عندي الكاتر سيزون اللي هن البرينتان والاوتون والايتي والايفير من وراء الدوران شو حول الشمس. دونك سي تو موفمون de de la terre mouvement quelconque. Pour les tableaux de cas particuliers. هذا exemple يعني exemple. في عنا عدة cas للmouvement quelconque. اللي بيهمني هون changement de référentiel هذا à rejeter chez lui on a amené le programme. و la séance prochaine راح نبلش بالexercice. نحنا منكون اليوم خلصنا الكور وبيبقى لنا انه نبلش بالاكزرسيسات. معي هلا شي كم دقيقه لابقى اشوفكم على يكون عندنا كم سؤال بهذا الموضوع، فاللي عنده سؤال يبقى يحكي. دكتور نعم يا دكتور مين حكى؟ تفضل دكتور. هلا تفضل مطرح الاكس. دكتور مطرح الاكس هو اكس 0 فينا نحط ديستانس؟ لا هي الديستانس مبلا بس تزبط معك لما بيكون الاكس 0 اتقال ازيرو. طبعا فيك تحط ديستانس يعني، بس بدك تنتبه انه هيدا الديستانس لا سينيفي ابارتير دو كيل بوان دو ديبار ابارتير دو كيل اوريجين سي سكي فو سافوار دابور. ميرسي دكتور. نعم دكتور بس سؤال، هلا في فرق بين الفيتاس انجولار بالنسبه للموفمون سيركولير مع الفيتاس اللي بدنا نلاقيه؟ طبعا ما في عندي، نحن عندي ان برينسيپ نو افون دو سورت دو فيتاس، في فيتاس لينيير. وين بلاقيها الفيتاس لينيير؟ سور لا تانجونت. انتبهوا شو عم نحكي، فيتاس لينيير دائما وين؟ على التانجونت. وفي عندي الفيتاس انغولير اللي هي يعني كي ديكري لو تو دو فارياسيون دو لانغل بالي سور لا. والرلاسيون بيناتهم هي V إيقال R تيتا بريم أو R أوميجا. غيره؟ دكتور عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. وقت حكينا بالفكتور فيتاس عن الفكتور دو بوزيسيون أو أم، الأول اللي أخذناها هي أوريجين، هي البوان دو ديبار دايما بناخدها؟ الأوريجين دو ريبير مش أوريجين دو تان، انتبهوا. أوريجين دو ريبير هي البوان دو ديبار دايما بناخد البوان دو ديبار. صحيح صحيح صحيح. اوكي ماشي دكتور. بس دكتور؟ اخر نقطه اعطيتها فصل عند الانترنت شو هي؟
لك أنا بعني ذاكر آخر نقطة أعطيتها كمان ما بدك ذاكرتش مثلا الإنترنت مش عارف. طيب هلا مرة تانية هلا برجع لعند بيجي لعندك بسوي لك كان عم يحكي عن الموفمون كالكون أنا بقول لك كان عم يحكي عن الموفمون كتبت أول كلمة أكسلراسيون أنجولير ما كتبتش غيرها هلا بيقولوا لك الطلاب بعدين في عندها ما عم نحكي عن أسوسياسيون دي موفمون إنه كل موفمون كالكون هي أسوسياسيون دو ترانسلاسيون دو روتاسيون قلت إنه تيتا بريم هي بتساوي ألفا الأكسلراسيون أنجولير تيتا سيكوند كاتبين عاطينا سيمبول اي سيمبوليزي بار الفا بكل بساطه هلا بس كرمال تعرف ماشي دكتور نعم لما كنا عم نحكي قبل عن الفيتار عن الاكسلراسيون انه ديكسل ديكسلري واكسلراسيون قبل بالفيتاس والهيدا ديكسلري 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 انت قلت لنا بنعرفهم بطريقتين يا بالبرودوي سكولير يا من انه من طريقه اذا كانوا سونس اوبوزيت الاتي والفي انا إيه بس كيف بدنا نعرفهم إذا ما معنا رسمي ورحنا رسم ما حنقدر نعرف نرسمه غير إذا كنا عارفين إذا هن نفس السونس أو ديفيرون سونس بالكالكول في شيء بالكالكول وفي شيء بالرسمة في رسمات رح أعطيكم إياها رح لكم اشتغلوا عليها وفي رسمة في مرات كالكول أنتم من وراء الجراندور فيزيك اللي رح يبينوا عنكم بدكم تقروهم تبعنا وأنتم تعملوا الكونكلوزيون دوني الشيء بالامتحانات بالامتحانات رح يكون كل شيء واضح ما في لزوم لأي سؤال من ناحية ومن ناحية تانية ما تحملوا لي هم اللي عطيتكم إياه اليوم روحوا درسوه بكل بساطة درسوه وركزوا عليه وفي منكم في منكم رح يبلشوا بأول سؤال وبالتاني وبالتالت بيقدروا ليهم يعني ما في مشكلة طيب بس لقلكم شغلي يا شباب طلعوا شوي فتحت على الإكزرسيس عم تتابعوا معي شيء؟ ايه طلع شوي بالاكزرسيس نيميرو 1 ليكو خدوا انديكاسيون شو بدكم تعملوا لو صار فيكم تحلوه هل او ام عطيني هيدا الاكس دو تي اي بلس ايغريك دو تي جي بلس زد دو تي شو ك اتروفي على الانستان تي ايغال 2 سكوند لا نورم دو سو فيكتور يا لطيف بتحطوا بور تي ايغال على سكوند 2 سكوند بيطلع عندكم الفيكتور بترجعوا بتجيبوا له النورم النورم شو هو النورم هو راسين كاري هيك وهيك وهيك ايه للـ طيب. X وإجرب تفرق إذا لقينا النورم بعدين عملنا رامبلاس ما بستغمون ما هيك ولا لا أول شيء انتبهوا آخر شيء بتعملوا رامبلاس ما نوميريك ايه صح مزبوط آخر شيء بتعملوا رامبلاس وقال إذا بلشوا من البداية صار الفيكتور كونستان أنا انستان دوني تبهنا يعني إذا في عندك بروسيدور فيها انتجرال وديريفي أكلناها صح ولا لا؟ يعني هون بعمل أنا النورم بعدين بعمل رامبلاس بتعمل النورم بتعمل كل شيء النورم هي راسين كاريد لا دارنير ايتاب سي لو رامبلاسمون دو شاك تيرم بار سا فالور خلوني كفي خلوني كفي جبت الفيكتور يونيتير بارالل ا سو فيكتور بجيب الفيكتور هيدا الاو ام وديفيزي سور سون موديل ان فيكتور ان بيربانديكولير ا هيدا اتركوا لي هالسؤال لا بعدين لأنه ممكن فيه حلو بالآخر بس مش هلأ أستاذ بعدين خليني كفي خلوني كفي الفيكتور فيتس الفيكتور فيتس بتجيبوا الفيكتور فيتس كومون ان فيزان لا بعدين بتجيبوا الفيكتور يونيتير تانجانسيال كيف بتجيبوا التو هون ما انتو معكم الفيتس الماكن الفيتس ان طنك الفيكتور لأنه فيكتور سور سون موديل صح. النورمال تركوا لي اياها لبعدين الفيكتور اكسلراسيون بتجيبو توجور ا تي شو ايغال ا 2 سكوند بالاخير ترجع بتجيبو ا تي ترجع بتجيبو ا ان اون ديدوير لو ريون دو كوربيو بكره بنحل سيانس بروشين رح نحل شيء دكتور ما حدا يحمل لي هم من هلا وما حدا يقول هذا الفيزيك مشكلته مشكله هو واستاذه كمان بكره بتشقعوا لي الي دكتور بس سؤال شو شو بدكم لا تي ولا ان نعم لا تي ولا ان نحن لازم نحفظهم ولا في طريقه لنلاقيهم يا اخي احفظوا القواعد وطبقوا لي اياهم هلا ما بكره جاي الاكزرسيسات بكل بساطه طب دكتور في اسال شنو انا مين عم بيسال طبعا فيك تسالي تفضلي انت كنت عم تقول انه نجيب الفيكتور انتر ودجا جايبين الأقام
إذا منين الفكتورين بيطلع معنا الآن؟ الان فيكتور يونيتير لا، الان هو نورمال على تانجنت على تراجكتوار ما خصها. الفيكتور او ام مانو بيربانديكولير على 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 تراجكتوار. حتى جيب الفيكتور نورمال بده يكون عند التانجنت ان ان بوين كلكونك، اي لو فيكتور يونيتير دو لا تانجنت الي بيان ديفيني. وفي عندنا كمان كاتر او بليزير اليمون لازم يكونوا خالصين حتى يجيب الفيكتور نورمال. لو فيكتور نورمال نو بو با اتر ديدويت اترافير او ام. اذا بجيب فيكتور نورمال على او ام ما بيكون هذا الفيكتور نورمال على تراجكتوار، يعني ما له علاقه بال بالابسيس كورفيلين. دكتور dernière question هذا يلا يا شباب. اوكي اذا ما اكسلري او ديسكلري انت اعطيتنا وقت طريقه ثانيه على الاسكالير في. نعم وين الصوت وين فيك تعدلنا طريقه الاسكالير تحديد الموفمون اذا اكسلري او ديسكلري؟ لك بكره بكره بتاني اكزرسيس او التالت راح اعطيكم اكزامبل، ومن ورا الاكزامبل راح اعمل ابلكيشن ديريكت على اللي قلته. راح اعمل برودوي سكالير وراح تشوفوا شو السينيفيكاسيون دو برودوي سكالير. بس لاذكركم يا شباب لاذكركم انه البرودوي سكالير ا سكالير في ايجال ا في كوسينوس الفا. طيب الا كوسينوس الفا شو هي؟ هي الا تي، يعني صار الا سكالير في هي ا تي. تركوا ليون هلا للوقت الاكزرسيس. طيب في شيء اسئله بعد؟ ايه دكتور بس سؤال. نعم يلا حدا يسال اتفقوا بين بعض. كيف بنعرف وين بنحط التانجنت باي بوان؟ انا راح اقول لك بالامتحانات وبالاكزرسيسات مش حظوره هي، انا بقول لكم كيف بنطلع الفيكتور يونيتير. كوم تو فيكتور يونيتير، شو الفيكتور يونيتير؟ C'est le vecteur V divisé par son module. بلعب. بكل بساطة. دكتور بس سؤال الآتي ولا أن نحن منقدر نرسمهم بالامتحان يعني أو بالسؤال نحن منقدر نرسمهم؟ طبعا فيك ترسمهم لأنه رح أنت تجيبهم بالكالكول وتحدد لي الجراندور وتحدد لي الأنجل. خلاص صاروا ليكوا أسئلتكم إلى علاقة بالإكزرسيس. ادرسوا لي اللي حكيته أنا منيح وكونوا جاهزين للتطبيق وخلونا نكفي. مين اللي عنده سؤال من قبل؟ يلا بس انا بس هيدا هات لنشوف. مش كان بدي اسالك اول شابتر. ايه تفضلي اساليني باول شابتر يلا. عن الاكواسيون او ديمونسيون اذا فيك بليز تعملنا اكسبليكاسيون للاكزامبل اللي حطيتها عليه لمنا كثير وقت. اكواسيون او ديمونسيون ا ريجيتي ا نيجليجي سي اور دو بروغرام. دكتور بس بليز اذا فيك ما تنسى تبعث لنا محاضره انه الريكوردينج تعال يا شباب. انا ما قلت لكم مرت الماضيه انتم فيكم تشيلوا لهيدي وتبعت امبارح من عندي من صفحه البوست فيكم تشيلوهم وتعملوا لهم داونلود وتحتفظوا فيهم. ما القصه عندكم مش عندي. دكتور ديمونسيون شو كمان مش مطلوبين؟ لك والله قلت المرة الماضية. هلأ أنا ناسي شو بدي أرجع اسألوا اسألوا بعضكم وشوف. طيب على كل نحن نلتقي التنين إن شاء الله وإلى اللقاء. يلا يعطيكم العافية. أوكي مرسي دكتور. دكتور مرسي. مرسي دكتور. مرسي.